مشاهدينا الكرام، نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نشرح نص تقلتهم في صفحة 69 ونجاوب على الأسئلة صفحة 70 لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. نبدأ بسم الله، قرأوا النص جيدا، أن الوقت ما عناش عذرا ما نطيقش نقرأ النص، بس هنجاوبكم الأسئلة. نبدأ. أبحث عن أضداد هذه العبارات في النص. معناتها تتناقص في النص عندنا كلمة تتزايد، ضد كلمة تتناقص هي تتزايد. تتزايد الهدوء معناته الضجيج، ولا في النص مش عطينا الضجيج، عطينا الضوضاء، عكسها الضوضاء. زائل عكسه دائم، المنطفئ المشتعل، هذو هما الأضداد. نبدأ بالسؤال الأول، في أي حصة كان التلاميذ؟ في أي حصة كان التلاميذ؟ شنقولوا؟ نجاوب السؤال، كان التلاميذ في حصة التربية العلمية والتكنولوجية. كان التلاميذ في حصة التربية العلمية والتكنولوجية. كيف عرض الدرس وحول ماذا كان موضوعه؟ شنقولوا؟ عرض الدرس بواسطة العاكس الضوئي، وكان موضوع الدرس حول مصادر الطاقة. عرض الدرس بواسطة العاكس الضوئي، وكان موضوع الدرس حول مصادر الطاقة. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة. هذا الشريط علمي ولا ثقافي ولا فني ولا ترفيهي؟ هذا الشريط علمي لأنه يتحدث عن الطاقة، يتحدث عن مصادر الطاقة. هذا شريط معناته علمي. ما هي مصادر الطاقة التي يعتمد، نختاروا علمي هنا دارين عليها دائرة. ما هي مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الإنسان بكثرة في الوقت الحالي؟ نجاوب على السؤال، المصادر التي يعتمد عليها هي الفحم والغاز والنفط. هي الفحم والغاز والنفط، هي الفحم والغاز والنفط، تبعهم في النص هذه الأجوبة. فيما يستعمل الإنسان هذه الطاقة، هل يستطيع أن يستغني عنها؟ نجاوب على السؤال، يستعملها في الصناعة. الصناعة هنا هي الصناعة مش باينة. يستعملها في الصناعة والنقل والتكنولوجيا، ولا يستطيع الاستغناء عنها. جاوبوا، يستعملها في الصناعة، في الصناعة والنقل والتكنولوجيا، ولا يستطيع الاستغناء عنها. ما الذي دفع المختصين إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة؟ لأن مصادر الطاقة القديمة بدأت تنفذ. ثم تقولوا لأن مصادر الطاقة القديمة بدأت تنفذ، دفع المتخصصين إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة، لأن مصادر الطاقة القديمة بدأت تنفذ. ما البديل الذي وجدوه؟ ما هي مزايا هذه الطاقة؟ البديل الذي وجدوه، ما هي مزايا هذه الطاقة؟ البديل الذي وجدوه هو الطاقة الشمسية ومزاياها. الشمس مصدر دائم ومتجدد وغير ملوث. الشمس مصدر دائم ومتجدد وغير ملوث. مشاهدينا الكرام، كان هذا الإجابة عن أسئلة النص. نروح نديروا الأفكار الأساسية ونزيد نديروا الفكرة العامة. الأفكار الأساسية هي الفكرة الأولى هي إنصاف، عفوا، إنصات ومشاهدة التلاميذ للعرض بواسطة الشريط العلمي. إنصات ومشاهدة التلاميذ العرض بواسطة الشريط العلمي. الفكرة الثانية، بداية نفاذ مصادر الطاقة الحالية. الفكرة الثالثة الحاجة والبحث عن بدائل للطاقة مثل الطاقة الشمسية. الفكرة الرابعة والأخيرة، الانتباه للشمس وإدراك مدى عظمة مخلوقات الله تعالى. الفكرة العامة، محاولة استغلال موارد الطاقة الدائمة والمتجددة صديقة للبيئة. مشاهدينا الكرام، كان هذا أجوبة الأسئلة صفحة 70 لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. نلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله. ما تنساوش تدعموا القناة ودير جيم وابوني وضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو إذا أعجبكم الفيديو، بارطاجيو لتعم الفائدة على الجميع.
وما تنسوناش بالدعاء، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في المجال الدراسي وفي مجالات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.